السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم أصدقائي؟ إن شاء الله تكونوا بألف ألف خير إن شاء الله. يب، حلبنا السلسلة من جديد. أدري إنه صار في حلب لهذه السلسلة، لكن وش أسوي عاد يا أخي؟ خلاص صار السلسلة أساسية في القناة يعني. يا المهم، أدري إن حلبنا السلسلة وكل شيء، فما عندي أي شيء ثاني أقوله. وقلت المقاطع، يعني هي نزلت لكم مقطعين بس، لكن المهم قلت المقاطع بسبب اننا رجعنا للدراسة بعد ما كنا في عطلة لمدة 15 يوم. فيا المهم المهم لا تنسوا تحطوا لايك، تشتركوا في القناة، تفعلوا زر الجرس لانه هذا الشيء جدا مهم، وكمان لا تنسوا تنشروا القناة لاصدقائكم واصدقائكم انتوا عارفين، وكمان لا تنسوا تصلوا على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد، ولا تنسوا تدعوا بالنصرة لإخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين على أعدائهم اليهود يا رب. وبس، ما نعطي عليكم أكثر مقدمة، خليكم مع الفيديو. أوكي عيال، في الحلقة اللي فاتت كنا هنا عند لما صرت بيروغي، وقاعدين نحاول نجمع الأشياء هذه المهم عشان نروح نقاتل إيلوجين. فايا اوكي موت. اوكي لا اخذتها، كويس نايس، كويس انه ما عندك من الاول. والله العظيم يا انه مطورين كرمون يفهموا اللاعبين فهم. المهم اوكي، احذر من هذه. بوم بيم باب بام. اوكي اخذناها، حين نروح من هنا. اوكي لا اوكي 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 سوي زي كذا، بعد نروح. لا يا ابني، روح تحت، سوي زي كذا، بوم بيم، يلا بسرعة. اوكي جاوزناها، لكن الحين وش نسوي؟ صعبة هذه، الهربة تسلك. اوكي اوكي ليتس جو، اخذنا واحدة. اوكي كم باقي لنا؟ خلينا نروح. والله العظيم يا انه الجو مرعب مرعب صح. اوكي سوي زي كذا. اوكي المهم كمل سيدا. اوكي الطريق مقفل، خلينا لو اسوي ذي بعدين اسوي كذا. اوكي ما اقدر. اوكي اروح من هنا. اوكي الطريق مقفل. اوكي هذه زي كذا، بعدين اروح. يا ساتر يا انه الالغاز هذه تجيب الجلطة الصح. اوكي باقي واحدة، باقي واحدة هي وين؟ الله أعلم. أوكي هي هنا. أوكي جمعنا آخر واحدة. أوكي البطارية راحت فيها، لكن أوكي معليش. 3 من 4 باقي آخر جولة. أوكي الجو هنا مرة مرعب صح يا رجال. سوي زي كذا وروح من هنا. اوكي اطلع فوق. ليشيت ليشيت، نرجع هذي زي ما كانت. سوي زي كذا، ما في هنا واحدة، لا ما في. سوي زي كذا على ما اتوقع، انا اي شيء اشوفه قدامي اضربه، ما يهمني وش.
اوكي اولي وات ذا فك وات ذا فك. اوكي رجعنا على الاقل ما رجعنا من اول، هذا شيء كويس. شيت ارجع من اول. اوكي المحاولة هذه لازم تزبط، اذا ما ضبطت لا. اوكي شيت اروح يا ابن. اوكي باقي اخر واحدة نجي من سوي او شيت زي كذا زي كذا بام كذا زي اخي. هذه مستحيلة يا اخي. او كان وات ذا هيك. اوكي الحين كيف ارجع؟ كيف ارجع الحين؟ اوكي كم معليش يعني بما انني اخذتها خلاص ما هيرجعوني من اول صح؟ صح اوكي هي ما موجودة يعني اخذتها. سوي زي كذا انقلع انت انقلع انت يا ابني. اوكي سوي زي كذا اطلع. اوكي اطلع اطلع فوق. اوكي معليش المهم ما رجعوني من اول يا ابن. يا الخر اوكي اوكي اخر واحدة. تسوي زي كذا زي كذا. اوكي محاولة ثانية سوي محاولة ثانية يا ابني يا ابني يا ابني يا ابن خ. وي خليني ادور على واحدة ثانية احسن ما اتبهدل. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما في واحدة ثانية يعني الطريق مقفل لازم أفتحه بالألغاز المعفنة ذيك يعني. أوكي أخيرا اثنين زي كذا نايس. وبعدين نسوي زي كذا أفتح الطريق. أولي شي. أوكي أتمنى يرجعني من المكان اللي كنت فيه. أوكي اوكي نايس. اوكي وات ذا هيل. لا ومشكلة ما اقدر اروح الا لما افتح هذه. لما افتحها الشعب كله حينجن. ها والله ها ابلع قال لك ابلع. اوكي اخذنا واحد اخذنا واحد. يلا 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 ياخ. ليش اثنين يمشوا في نفس الصف يا اخي؟ اوكي 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 اولي دام نايس. اوكي كيف اسوي زي كذا؟ كيف 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 يا ابن الخال. اوكي اوكي اوه اوب 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 كيليان امبابي. الله جبناها اخيرا. اربعة من اربعة ليتس جو. اتمنى ما قتل اللوجي. اتمنى ما قتلوا لاني ماني جاهز. وش قال وش قال؟ رائع لقد استغفر الله. اي 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 استغفر الله. خدم الوعاء وشكرك حقيقي مرة اخرى. اوكي
يا باشا قبل أن تختار مثل التحداني فالنبوة بتحفظ على التسلم أقل تخدمه إذا كنت ترى ذلك ضروريا. لا 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 أنا ما وقتي ما راح ما أبغى. لا وي شو سويت؟ لا وي رجعت العالم الأصلي ولا؟ آه نعم يب رجعت العالم الحقيقي. Let's go. كم أقدر أرجع؟ ما عندي رجوع إلى لوكس. Let's go. أبغى أعالج هرموناتي وأجيب أشياء جيدة تساعدني في القتال. خليني أروح أعالج هرموناتي الأول وتعافى وأصير كويس بعدين أجي أتحداك. ابن اللغة العربية معطوبة يا أخي. يا أخي الهيث بار شوف كيف هو التهك. أوكي أروح الحين للمتجر عشان نشتري أشياء الضرورية. طابة يا مكافي يمكن مساعدتك. أبغى أشتري أدوات كعك المنصات صغير. أوه اللي والتهك ما عندي. أشتري 10 متوسط. أبغى الكبير الأول بعدين متوسط. أشتري كذا منها 5 5 5 10 مدري. كعك المنصات كومبي يحتاج كعك كومبي. كعك كومبي متوسط كمان ما في ضرر. لا وي وي اشتري 3 بس. وبعدين عندنا دور شخصية العنقاء كمان احتاجها. اشتري ما عندي. اوكي طابة يومك. وي ابيع الاشياء اللي ما احتاجها. احتاج كعك المنصاد ما احتاج مرة كثير فابيع كذا كمية. ما راح ابيعه كله. ابيع يعني كذا كمية قليلة. سبينرات احتاجها كلها. اميثيوس تدعى الشفق ما ابغى بيع اشياء من هذه. لا جوال تحسين زيادة الشحن فاكهة. ابيع فواكه. ابيع فواكه خلاص. كيف اثنين تعطيني 1000. فكات لكم مثلي كيف قادرية فكات جيل. اوكي هذه فاكهة اعطيه واحدة منها. فكات بير. اوكي عندي كثير. اعطيه 6. عطر طارد احتاج مدري صعب ايش يسوون هذول لكن اوكي. بيرجنيبلز اسطول. اوكي هذه خلاص طابة شكرا. اوكي الحين نروح على ايلوجين. الحين على باوبري. على باوبري ومن باوبري نذهب. اوكي ما اكتشفنا كل الكورمونات هنا. المهم نروح على باوبري بعدين. اوكي والله الطرب لا صعب. اوكي يا اخي بيت هذا التطور الثالث حق بيروغي يبني. في المقطع السابق كنت اغبى شخص في العالم حرفيا. اوكي ما اقدر. وات نعم ابغى اروح على التشيك بوينت الحين. نروح من هنا من هنا من هنا بعدين نروح على إيلوجين. اوكي نروح الحين على إيلوجين. اوكي كمان عندنا شيء هنا صح. واقدر اطفي الشمعات. وات خليني لو اطفي كل وي وي خليني اطفي. لو اطفي الشمعة هذه اطفي الشمعة. اوكي ما اقدر. سوي زي كذا سوي زي كذا. لو اطفي كل شيء شو يصير؟ هل يصير شيء؟
طفيت كل شيء. باقي هذول ما اقدر اطفيهم. اوكي لا اوكي اها وات شو قاعد يصير؟ الطريق قاعد تتكسر. اجري. اوكي انا مندهش اني انسان مع ان طرد الفزع ده من قاس صاخ في الله ابن الجلي. لكن الخطر لم يتبعد المزيد والمزيد. هذا يمكن ان يعني شيئا ما فقط انتشار هذا الفيروس في عالمك ايضا. انتبهوا لكلماتي ما يزال هناك امل لدي طريقة للتخلص من هذا التهديد الغريب. اطفالي امنوا من فضلك ما يعني انني نوعا مرتبطة بمملكة يمكن ان سمح للنوع الانسان بالانضمام الى القتال. لكن هل انت قادر على تحمل هذا؟ ارني هل سبق لك ان قاتلت زلة من قبل؟ يبغى يختبرني. يلا جن التايتن الثاني. تايتن الثاني يب. وش نختار؟ اختار اضعف واحد. ووشي لديك ما يزال تحمل انك لك تغلب على خليني استخدم بوتو يا ابني. اي خلاص يا اخي ما لحقت حتى ابدا يا اخي. هيا جيب بيروغي. بيروغي وان اوكي. لا مرة واحدة يا اخي. لا 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 خلاص 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 يا ابن الخر خلاص. اوكي نبدأ يعني بالاضعف فالاقوى. اوكي نسوي المخادب نخرب المحطة ما ندري وش اسمه هذا. كرة الضوء ما حيأثر مرة كثير. يب ما أثر يعني أثر أخذ لي النصف لكن ما قتل الكورمون بضربة واحدة. أوكي خلاص 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 أنا هالك 100%. يلا يمينه يلا يمينه القرون الساخنة. لا يا اخي لو انه عندي لومون هتغلب عليه نفس ما تغلبت على فولدغار يا اخي. اوكي ضايل بس كرومونين اثنين. اورتوتشي اورتوتشي الرمح الشبح. اوكي فعل الغاية. كرة الضوء مات مات. لا ما مات. Let's go. اوكي انحرق انحرق انحرق. الرمح الشبح من جديد. يس اشتبري ديش اشتبري ديش اشتبري دوب 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 دوب. ياش اورتوتشي قضي على اورتوتشي. اوكي بازي لكن قبل لا اقاتل هرجع سحر بعض الكرمونات منها. بيروغي اقدر اسوي واحد في الوطة. اي يشعر بالنعاس. اولي دين يا اللسعة اعطيها لسعة. كرة الضوء الا كريتيكال اتاك يرحم امك. اوكي ما هي فعالة. والله بزي خيار فعال. خليني اعطيها الاورتوتشي اللي سميته توتم. اوكي يسترجع الاسبيد. ليتس جو. وخصوصا انه مهارات الوجن ما تاثر في البازي لذيك الدرجه يعني. سحق ال اي يا ابني انقلع. اي خلاص اي اتمنى ما اخسر. اعطني لا ما مو كبير ابغى احتفل بالكبير. خليني اسوي زي كذا و اوكي كذا جيد. لا يا حرام يلعن شكلك. انا سويت كومبي. لا كومبي 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 اسوي زي كذا خلاص يا اخي. يا ابني خلاص انا ما حقعد كل دقيقة اسوي لك انا الهين اسوي هيل لنفسي انا. ودي انقلع. كرة الضوء ما تأثر.
ليتس جو. افضل الدفاع لدى بازي. عطني واحدة اللسعة. سحق الزفت. اوكي نحرق. خليني اجيب بيروغي. بيروغي والله العظيم انه يعني شو. اثنين ثلاثة ليتس جو. مع انه ما اثرت فيه لذيك الدرجة يعني ما اثرت فيه اساسا. خليني اسوي زي كذا. ماتت بيروغي. اوكي استيقظ توتي. اورتوتشي تاكل موصل متأكدي موصل يعني. اعطيها البازي ويسوي تعطيل. ايش عطل ايش عطل الا تقول روح الشبح. لا احتاج الروح الشبح. اوكي استرجع الاس بي. هات الفودو. ما ادري وش تاني فودو لكن اوكي. سيب الو جنب الحرق. اوكي اتمنى ما اخسر. خلاص 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 انخفض الدفاع عندي. هات الفودو. يلا يلا اتمنى. ما تدمج. ليش ما يدمج؟ لما لا استخدمها تجيش من جد. لا شو سوي. وات لا لا شو الرخص هذا. اورتوتشي مات. لا يا اخي اقلي بازي. لا خليني استرجع اورتوتشي لانه مرة قوي. تنويم مغناطيسي. اوكي جاب مس. خليني اسوي زي كذا المجسات. ليش؟ عشان تأثر المهارة التالية فيه بشكل اكبر. خلاص 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 يا ابني خلاص يا ابن الكلب. اوكي ما باقي كثير. لا الا توتم الا توتم الا اورتوتشي ولا بازي كمان. يا اخي بازي كمان اقوى كورمون عندي يا اخي. هي اورتوتشي اقوى كورمونين مع انه بازي في المرتبة الاولى لان مستوى اقوى. اوكي استرجع نصف الاس بي حقه. فكر استراتيجي. اوكي اللسعة حقعد له بس باللسعة. سحق الزفت. اتمنى انه اوكي اتمنى. لا 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 شيت. هامبي اورتوتشي. هنستعمل المتوسط هذه المرة على بازي لانه ما يعني ما ضايل لهذا الوجن ما ضايل له كثير يموت. فخلاص خلاص خلاص يا ابن الخارة خلاص لعنك الله خلاص. شو زي كذا روح الشبح. كرة كرة السد يا اورتوتشي مات. باقي بازي. ليتس جو يا سلام. كريبر مستوى 27 جاتوز اول امكانيات حقها. اوكي تيروغي ووفي كمان اخيرا. لكن يا اخي من اول محاولة. نعم نعم فولدغار كان على حق. كان انتصارك بشق الانفس لكنه كان مستحقا. قد تمتلك القدرة على اعادة تحويل جميع دولة تقدم في الوقت المناسب لكن إذا فشلت فأنت تكون هناك فرصة ثانية وسيقع كوكبنا ضحية لخداع حجر القرموزي. تعال يا إيلوجين. اشتبريديش أخونا سارت ينتظرك في أعماق رمال الصحراء. هناك سيمنح قطعة أثرية حجر أسطوري قادر ليس فقط على الجمع لكن أيضا تسليح عناصر كوكبنا في مواجهة حجر القرموزي. إذا ننطلق أيها البشري. اترك هذا العالم بماركته وأنجز مهمتك. Let's go. إلياس إلياس تعال إلى هنا. إيش قاعد يصير؟ لم تصدق هذا. أنا أتلقى تقارير جميع أنحاء المدينة. تقارير رائعة. عملية المطاردة يقول جميع أنها توقفت.
كان ذلك بسببك أليس كذلك؟ أعتقد ذلك. حصلت على ما احتاج من عالم ميشير مدري إيش. ها عالم ميشير بالتأكيد. حسنا بغض النظر عما فعلت يبدو أن أستغفر الله يا أخي انقلعوا هذوك. أنت تستحق كل الشكر على جهودك لمساعدة بوبريس. سنظل مدينين لك للأبد. شكرا جزيلا. يجب أن أذهب الآن. دوريت ليس في أفضل حالتي عندما نفترق غذائيا. أو شيء آخر. أرسل لوكسونيس ميكانيكيا لنظام هايبر لوب باوبري لإصلاحه. لقد تحدث عنك. ربما يكون أحد معارفك. بدأ متحمسا وقال إن لديه نوع من الهدايا. من الأفضل أن تتوجه إلى هناك لئلا تفوت فرصة لقائه. أوكي. أكبر وقاعدة تختفي. يب. يو هذه كمان ليش؟ ايش قاعد يصير البيروغي؟ هايبر لوب باوبري اعتقد من هنا صح؟ هذا هي. نظام هايبر لوب في باوبري يب هذا هو. السلام عليكم ايش قاعد تسوي؟ اي هذا واحد الياس لوضع لمسات الاخيرة على عملية التجهيزات. ليتس جو. اوكي جاهز؟ مش جاهز. اوكي انا ذهبنا معه مرة اخرى. ما نعمل شيء الا يمكن لوحدتي حرق انجازه. ليتس جو. توقيت مثالي. كنت ابحث عنك في جميع انحاء المدينة. لدي اخبار جيدة. اختراعي ثمرة حياتي كلها اكتمل اخيرا يا الياس. نعم هذا صحيح. في غضون اسابيع سيتم طرح وحدة حرق لجميع موظفي لوكسوليس. هذا رائع. بيرسي تهانينا. بيرسي اسمه بيرسي. لذا لماذا كنت تبحث عني؟ هل تخبرني اخبار السارة؟ حسنا جزئيا في الواقع. انا هنا لامنحك الوحدة. يا ابني شكرا. لقد كنت طيبا جدا معي الياس. واحد من القلائل الذي تهتم حقا بمشروعي. ها هي. هي انها امنت تماما. فقط قم بتوصيلها. ليتس جو. وحدة حرق. احرق ايش احرق يعني احشاب. اتمنى ان توفر هذه الوحدة لحظة. يمكنك حرق العشب او الصور النباتية او المشاعل الخفية. ايا كان ذلك الشيء يمكنك حرقها. انا متاكد انك ستستفيد من بعض الصور ممكن عندما تتسلق هرم سارت. هرم سارت لم يخبرك ريد قلبة. وهذا هو المكان الذي حددنا فيه موقع التايتن. اوكي اي حاجة ما نعود الان او سيخطط لاري احدى مقالب سيئة على مكتبي. يسطع نور. والله نايس. لكن وي عندي مهمات على الارجح ما خلصتها. لو نروح على السجل. يب باقي هذه وهذه. هذه ابغى موتاي. موتاي ما اقدر اخذه هنا على ما اعتقد. فيلما يعني هذه كل مهمة حقت الاخرى. اوكي خليني اروح الحين على لوكسوليس. وي هل عندي المكونات يعني؟ ايش تبغى؟ واحدة فاكهة بير. عندي فاكهة بير. اثنين فترة تعلق. اثنين فترة زيم وفترة قريم. تعرق وزين وقريم. مين الزفت اللي يسمي فترة باسم فترة تعرق يا ابني؟ فترة قريم فترة تعرق فترة زين. عندي ما يكفي وانا متأكد من انه عندي فاكهة بير. بعت بعضها لكن خليت لي كذا كم حبة عشان احتاجها بعدين. طيب اوكي خلينا الحين نروح فيلما من مختبر البحث والتطوير الار ان دي لاب زي ما كانوا يسموه بالانجليزيه اذا تتذكرون. يعني لما لعبنا النسخه الاصليه لما لعبنا مو النسخه الاصليه لما كنا في الديمو يعني لما كنا تونا بادين سلسله كورمون. مختبر البحث والتطوير. سلام عليكم. هذه فيلما صح؟ اسمها احسن مقرف. أو كنت للطرف أنا مجبت كل هذه كافية. فكت بير تعرق زين وقري هذا مقرب لغاية لكن عليك أن أهرس بلا 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 بلا. أو لأسك من العجينة هذه مثيرة اسم إزاز. أوكي وحدة رائحة. وش تسوي هذه؟ تفضل سمع مستويات أعلى من المعتاد. أوكي هذا 4 إلى 6 مستويات أعلى من مطارف البرية عادة. هذا أفضل مما يمكن تحقيقه. فقط امشي في رقعة عشبية وقم تعيد ولن يمكن هرمون البري مقاومتك. إذا صارت الأمور أنه مخطط لها سيمكن أن يكون بلا 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 بلا. أوكي هذا من أجل ما قدر من سرق البيانات. أوكي أخذنا وحدة جديدة. هذا شيء جيد. أوكي خلينا نفعل وحدة الحرق.
وهل اقدر احرق عشب الكورمون؟ لا والله اقدر احرق. والله نايس. What the hell. والله دام اقدر احرق العشب. شيء جدا خرافي. يعني اذا ما ابغى اواجه كورمونات احرق العشب مباشرة. وي هل اقدر احرق العشب هذا؟ ولا اي والله اقدر. والله نايس. شيء خرافي صح. اوكي خلينا نروح هين على باوبري عشان نروح على المنطقة الجديدة ويعالج كورموناتي بالاول. تن والله العظيم يعني اغنية باوبري يعني طرب. اوكي مركز تدريب مدري ايش. اوكي روح يا طويل العمر روح يا طويل العمر روح. اوكي في صناديق نسيت صناديق. احرق الاعشاب هنا واخذ. اوكي اسطوانة دوارة للاحلام. والله عظيم طرب هذه. وي في اعتقد انه في صناديق هنا في يب في عندك صناديق. وي وحده تحرق وش تسوي؟ اوكي ما في شيء ما صار شيء بتمثيل هذه. ما اسوي زي كذا روح. اوكي كذا شوي فلوس شويه فلوس بعض الفلوس. وي اوكي هذا عنده شمعة. هل اقدر اولعها؟ اي والله اقدر. والله تيم والله انهم مطورين مفكرين في كل حاجة يا اخي. ما تتخيل حجم الامكانات اللي تقدر تسويها. اوكي هايبر لوب هذا نظام هايبر لوب. اوكي اضغط هنا ايش قاعد راح يصير مدري. اوكي يلا بسرعة يلا بسرعة يلا بسرعة. اوب 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 يس ليتس جو. اوكي اوكي لو سوي زي كذا. اوكي صحراء. لكن اتوقع هذه نهاية فيديو اليوم لانه ما راح اختم كل شيء الحين. فلا تنسوا اللايك تشتركوا في القناة تعالوا زر الجرس لأنه جديد ومهم. وكمان لا تنسوا تشتركوا في القناة لأصدقائكم وأصدقائكم أنتم عارفين. وكمان لا تنسوا تصلوا على الرسول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد. وكمان لا تنسوا تدعوا لأخواننا في فلسطين اللهم انصر أخواننا في فلسطين على أعدائهم يا رب. وبس كما معكم ياسر الله سلام.